مشهد حضور التالي مهم في لقاءات مع عدد من الفرق الإفريقية اللي كانت موجودة هنا في النادي الأهلي. أولا موريكيتا النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، أندرو أكوبيس رئيس بعثة فريق نيمو ستار، رئيس بعثة جامعة أوغندا، رئيس بعثة الفريق البوليس البتسواني. عدد من الفرق الإفريقية كانت مشاركة أيضا في حفل تسليم الدروع وحفل تبادل الدروع لبطولة الكرة الطائرة. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. وشايف ان التنظيم كويس جدا، وشايف ان فرق تونس والجزائر والمغرب يعني ما جوش البطوله دي، وان فرق افريقيا ليها مستقبل مشرق في الفولي بول، وبس وبيشكر جدا في التنظيم وشايف ان التنظيم ممتاز. ايجيبت از ماي سكند كونتري، اي لايك ايجيبت. يعتبر مصر بلده الثاني، وهو جه مصر كتير قبل كده، وشايف ان الاقامه في مصر كويسه جدا، وبيشكر في الفندق اللي هو قاعد فيه ومبسوط جدا من الاقامه. Maybe I want to visit Alexandria. هو نفسه يروح اسكندريه، وكل يعني هو كل اللي راح قبل كده يعني اماكن بس في القاهره، بس نفسه يشوف بقى محافظات ثانيه جوه مصر. About the competition, I've been here three times. By far, it's دي ثالث مره يجي مصر، وثاني مره على التوالي. بالنسبه للتنظيم، التنظيم كويس جدا، بس بالنسبه للعب الفريق بتاعه مستواه نزل عن السنه اللي فاتت. About the conditions, the environment is okay. We are enjoying it. هو حاسس انه في بلده، هو راح الاهرامات قبل كده السنه اللي فاتت، وراح القاهره الجديده، وحاسس ان هو ده زي بيته بالظبط، مصر زي بيته بالظبط، مش اول مره يجي. The competition is very well organized. التنظيم كويس جدا، ومواعيد التدريبات متنظمه بشكل كويس، بحيث ان كل فريق ليه تدريب في وقت معين، وهم منبهرين من طريقه التنظيم، مفيش غلطات قليله قوي، ومبسوط جدا من التنظيم. Accommodation, the hotel is above and beyond what our students. مبسوط جدا من الفندق اللي هم فيه، وهو بيقول ان هو جايب معاه طلبه، يعني فريقه فريق جامعه، وجايب معاه طلبه، ومنبهرين جدا بالمنظر اللي هم شايفينه، الفندق على النيل، ومبسوطين جدا بالفندق والاقامه. When you come to Egypt and you don't go to the pyramids, it feels like you've not come to Egypt. راح مصر وما شافش الاهرامات يبقى ما راحش مصر. ونفسه يروح مصر الايام دي، ونفسه يروح كل الاماكن التاريخيه الموجوده في مصر. I think it's very useful. It helps in the development of volleyball in the continent at large. الصحافه دي كويسه جدا عشان تطوير الكره الطايره، والاهلي تنظيمه كويس في كل حاجه، في الحفله وفي البطوله، ومصر والاهلي يعني عامه هم من احسن الاماكن اللي نظمت البطوله قبل كده. Accommodation is very nice. كل حاجه كويسه، الفندق نظيف، والاكل كويس، مفيش اي تعليقات ولا اي نقد للمكان خالص، كله تمام.